ميكرو تكوميك مع فريد كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نتكومكم مع عباد الله ونسولوهم واش بقى فيهم المستقبل ديال ميسي حيت مشى من البارسا بكل تواضع. بكل تواضع، واش تتخيف على المستقبل ديال ميسي بحال شي وحدين؟ لا بالعكس، ما خايفش على المستقبل ديال ميسي باسكو ميسي راه عايش حياته. ميسي سي ان غون جوور، يعني راه دوز واحد البيريود مع البارسا فري ما غاديش ينساو. عشاق ديال البارسا ما غاديش ينساو حيتاش دوز معاهم، جاب لهم تيترات شحال من حاجه. وباش نقول لك واحد الحاجه، انايا ما كيهمنيش مستقبل ميسي ولا مستقبل كريستيانو، كله كيشوف حياته كله راحته فين كاينه. يعني من الاخر ما بقاش فيك مستقبل ديال ميسي يمشي ولا ما يمشيش ولا يبقى ولا بكل تواضع. سي با مون افي، عيش حياته ودب راسه. كيسكي صافي يدير. واش تبقى فيك المستقبل ديال ميسي؟ اش غنقول لك، انا ما بقاش فيه حيت ما كنتفرجش في الكره كاع بزاف، كنتفرج في الباسكت و الهوايه. انت ما عندكش مع الكره، عندك مع الباسكت. باسكت هنيتي راسك. هنيت راسك. يعني ما بقاش فيك المستقبل ديال ميسي؟ ما بقاش فيه حيت ما كديرش، ما كتسوقش هذاك الشيء اصلا. ميسي لا كاع الارباح ولا خساره ولا شحال شحال يعطوني انا، يعطوني مليار. شحال كيربح بعدا ميسي؟ شحال كيربح؟ 40 مليار ويربح حوالي في العام. ربح حولي قعد ما سوقيش فيه هاك 40 مليون اللي كيربح غيعطيها ليا. لا ما غيعطيهاش لك. هو صافي ما غنتسوقش لي انايا، لكن هو غيعطيها ليك الساعه نقول انا اه. عاد باش تشجعوا وكان كيعطيك الفلوس، عاد باش تشجعوا بكل تواضع. هذيك الساعه يشجعوني ديك الساعه يبقى فيك المستقبل ديالو. ديك الساعه يبقى في المستقبل. اما ما ما كنتسوقش انا اصلا، ما كيعطيهش هو، ما كيصدق ما والو، علاش غنتسوق لي انا؟ بكل تواضع. كل تواضع. تحياتي. بغينا نسولوك الحدث اللي كاين انه ميسي مشى من البارسا، وكنشوفوا بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال العرب انهم كيبكيو حيت ميسي مشى من البارسا وخايفين على المستقبل ديالو. جاوبك على هذا السؤال ديالك. واش انت خايف على المستقبل ديال ميسي بكل تواضع؟ انا ما خايفش عليه، ولكن بقى فيا من مشى من البارسا ما حملتوش يمشي من البارسا. بكيتي بكل تواضع؟ لا ما بكيتش. وعرفتي ميسي شحال كيشد دابا منين مشى ولا ما عرفتيش؟ لا عارف شحال كيشد. راه 40 مليار في العام. مليار في العام، 40 مليار في العام راه شي فلوس، ولكن انا ما حملتوش. 3 المليار في الشهر. 3 المليار في الشهر. اه و24 الف ريال في الثانيه. شتي دابا فين كنت كنهضر انا وياك هو دا 24 الف ريال. يدي حنا شنو رابح؟ رابح كاش غدي. رابح الكاميرا كن دير رحمه الوالدين. رحمه الوالدين صافي. يعني اذا بقى فيك حتى ميسي. حتى انا بقى فيه ما حملتوش يمشي من البارسا. بغيتي يبقى في البارسا بكل تواضع. بكل تواضع. بغيت نسولك واش حتى بحال شي وحدين خايفين على المستقبل ديال ميسي اكثر ما خايفين على المستقبل ديالهم بكل تواضع. خويا ما ميسي كيبقى لاعب اسطوري كبير، فهمتي؟ ما حنا ما ممكن حتى حاجه ممكن تخلينا في هذا الشيء هذا ديال ميسي وكريستيانو واللعيبه. وخايف على المستقبل ديالو بكل تواضع، حيت كاين اللي دابا ما خدام ما ردام ما عنده حتى درهم، حتى قيمه قهوه، وهاز الهم لميسي اكثر من هاز الهم لراسو. وهذاك الشيء كيبقى ديالهم هذاك الشيء. انا ما كنتفرجش لا في بارسا لا في ريال، كنتفرج كنشجع الوداد، هي اللي كنموت على الوداد. الوداد هي اللي كنموت من الاخر. من الاخر بكل تواضع. ديما وداد، وغنبقى نشجع الوداد. ميسي مشى يمشي لاسرائيل، يمشي لفين ما مشى، هذاك الشيء كيبقى ديالك بكل تواضع. كل تواضع. اشوفو كان بكل تواضع. اخر كلمه عندك؟ اخر كلمة. اخر تمن. اخر شيء. تحياتي. واخا لابس باري كنشجع الوداد البيضاوي. لابس باري وكتشجع الوداد. كنشجع الوداد البيضاوي. تحياتي ليك. بغينا نسولوك دابا على هاد الشباب وهاد الناس دابا اللي خايفين دابا هاد الحدث اللي كاين ديال خايفين على المستقبل ديال ميسي وما خايفينش على المستقبل ديالهم هما. قبل سنوات قليله كنت مره في المدينه القديمه، فاذا بعد التلاميذ وهم يخرجون خارج وهم خارجون من المدرسه لا حادث لهم الا على الكويريا وميسي ورونالدو والتخربيق هذا. انا اتاسف واتحسر لكون هذا المغرب فقد كل حصانة ثقافية وعوضها بالخرافات. ماذا يفيدون أمثال هؤلاء؟ هل اخترعوا دواء للبشرية؟ هل يفتحون مدارس ومؤسسات؟ نعم أستاذي نعم. ومصحات للضعفاء. واش عرفت يا أستاذي شحال كيشد ميسي في العام؟ 40 مليار في العام. نعم إنهم تافهين. 40 مليار لأن التافهين كثر. لو كان في زمن العلم والمواظبة والاجتهاد لما كان يساوي زناح بعوضة. حينما اتضع المستوى الحضاري للبشرية فإنها أصبحت تضيع وقتها. بكل تواضع راك يشد 24 ألف ريال الثانية. 5000 مليار هذا كرجع لتفاهة البشر.
هل انا نمشي نخسر على جوج دريال؟ ما حتاش ليا انا ما نمشيش نتفرج فيه. راه كاين اللي بكى عليه. يبكاو عليه لانهم تافهون لانه علمنا هذا هو الخطر. هم على كل حال يهتمون بالرياضه والفنون الرياضيه كل. اين الثقافه؟ اين علوم الدين؟ اين ميسي؟ اين علوم اللغه؟ اين ميسي ماذا اضاف لك انت ميسي شخصيا؟ باش كيعرفك انت ميسي؟ لا انا ما كنعرفوش. وما يعرفكش واش كيدير بيه؟ انت كتعرفو؟ اش بيني وبين هذيك الكنوزه؟ هذوك بعدا ميسي اوتيست. اولا ما سقط في المدرسه الابتدائيه، دابا عنده الملاير يعاون خوته لي زارجونتان ويعاون الناس المحتاجين، والا ما 34 سنه اغشي ملياردير اش غيدير بذاك المال؟